بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الذي تقدست أسماءه وتباركت صفاته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وحبيب قلوبنا أبي سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ومن والاهم إلى قيام يوم الدين. أصحاب السماحة والكرامات، الحضور الكريم، الأخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب في حفلنا المتواضع هذا، إذا بافتتاح فعاليات موسم الحج تقافيل العام الثاني على التوالي، تحت شعار حج مبرور، مقدرين ومثمنين تجاوبكم معنا وتجشمكم على الحضور ومشاركتنا هذه الفعالية. قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العلي العظيم. وعن أبي عبد الله حسين عليه السلام قال: قال علي بن حسين عليهما السلام: حجوا واعتمروا تصح أعمالكم وتتسع أرزاقكم وتكفون مؤونات رياضاتكم. وقال: الحاج مغفور له وموجود له الجنة ومستأنف له العمل ومحفوظ في أهله وماله. أيها الحفل الكريم، اسمحوا لي في هذه الوجاهة أن أسلط الضوء على بعض النقاط المتعلقة بموضوع الفعالية. لقد نشأت هذه الفكرة وبدء العمل على تنفيذها العام الفائت بهدف الخروج عن الأسلوب المدارج في إرشاد الحجاج الذي يركز على الجانب النظري في مرار الحياة إلى الجانب العملي الذي يستطيع من خلاله مرشد الحملات والحجاج التفاعل العملي مع الحج من خلال مجسمات انتشار المواقع المؤنسة في الحج وتحاكي ما هو موجود على الواقع. من هذا المنطلق ارتأت الجمعية الحسينية استغلال ما لديها من طاقات ومساحات وموارد لاستفادة أكبر عدد ممكن من خلال دعوتها للحملات والمراكز التعليمية ورياض الأطفال، وأيضا للاستفادة من هذه التجهيزات وما إلحاقنا وإصرارنا على الحملات وأصحابها حين الاتصال بهم على ضرورة الحضور إلا رغبة منا في الاستفادة القصوى من هذا الموسم. هذا وستكون إن شاء الله لنا جولة سريعة للاطلاع على التجهيزات والمجسمات في صالة الدور الأرضي والحصول على ملاحظاتكم القيمة لها قبل استقبال حملات الحج. ولذلك فإن ما شجع في الأمر أنه حتى الآن أعتدت لنا حوالي 10 حملات حجزها لقاء، كما أبدت حملات أخرى رغبتها في الحجز بعد زيارة أخرى، كما حدثت مجموعة من رياض الأطفال ومراكز التعليم الديني الصالة، مع العلم أننا سنستقبل الحجوزات والحملات ورياض الأطفال حتى احتفالية دور الأبي. وفي الختام لا يسعني في هذه العجالة إلا أن أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير عند فريق العمل وهم بالذكر من عكفوا على تصميم المجسمات وتهيئة الصالة لاستفادة الحجاج والزائرين، وإلى السادة وساطي القرطاسية كريستال الذي دعمنا من خلال طباعة البنرات والمنصات، والشكر موصول إلى جميع الحملات والرضات والمراكز التقديمية التي شجعت وتفاعلت معنا لإنجاز هذا المشروع، كما نخص الشكر السادة المجلس العلماني وجمعية التوعية وعلماء الأجلاء، وشكر خاص لكم أيها الحضور الفني، متمنين لجميع الحالات والحجاج التيسير والتوفيق وحجا مبرورا سعيا مشكورا، وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله.